إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أحبتي في الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما أبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من أحكام الصيام، هذا هو موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم عن هذا الموضوع الطويل في العناصر التالية. أولا، معنى الصيام وحكمة مشروعيته. ثانيا، أركان الصيام. ثالثا، مبطلات الصيام. رابعا، رخص الصيام وآدابه. وأخيرا، أخطاء في الصيام. فأعينوا القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء يحتاجه كل مسلم ومسلمة. أولا، معنى الصيام وحكمة مشروعيته. الصيام لغة هو الإمساك والكف عن الشيء. الصيام لغة هو الإمساك والكف عن الشيء، كما قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. أما الصيام شرعا فهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الصيام شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. أما حكمة مشروعية الصيام فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا للحكمة في عبادة من العبادات دليلا على أنه لا وجود لها، كلا، بل هو دليل على عجزنا نحن عن إدراك حكمة الله العزيز الحكيم القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فإن من أعظم حكم الصيام على الإطلاق، كما قال مشرع الصيام جل وعلا، أنه سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى سبب من أسباب الصيام وحكمة بالغة من حكمه العظيمة ليتقي الصائم ربه جل وعلا. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي كما عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وهي كما عرفها طلق بن حبيب قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ورحم الله من ترجم هذه المعاني الجليلة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى من أعظم ما يترتب على الصيام لعلكم تتقون. والصيام يهيئ النفوس ويربي النفوس لتقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أمر الصيام موكول ابتداء وانتهاء إلى نفس الصائم وضميره، إذ لا رقيب على الصائم إلا الله. ومن هنا يربي الصوم ملكة المراقبة في قلب الصائم لله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن حكم الصيام البالغة أيضا أيها الأحبة أن الصوم يربي النفس ويكسر شهواتها ويحد من كبريائها، فتخضع للحق وتهين للخلق. ومن حكم الصيام ايضا تذكير الاغنياء الذين يدخلون في نعم الله جل وعلا ان لهم اخوانا لا يتضورون جوعا في نهار رمضان فحسب، بل انهم يتضورون جوعا في كل يوم على مدار العام، بل ومنهم من يموت من شدة الجوع والعطش الذي لا يتذوق طعمه الأغنياء إلا في نهار رمضان فحسب. ومن ثم يتحرك أصحاب القلوب الحية والنفوس الأذية للبذل والإنفاق والعطاء. أما فوائد الصيام الصحية فحدث عنها ولا حرج، وأراني أقول بأنه لا يجهلها مسلم ولا مسلمة، ولله الحمد والمنة. فما أعظم حكمة الله وأبلغها. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثانيا إيجاز الحديث أركان الصيام. أول ركن من أركان الصيام هو النية، والنية عمل من أعمال القلوب. أول ركن من أركان الصيام هو النية، والنية عمل من أعمال القلوب، لا تصح عبادة على الإطلاق إلا بها. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويرى جمهور الفقهاء وجوب تبييت النية من الليل لصيام الفريضة، بمعنى أنه يجب على الصائم أن يبيت النية وأن يعقد النية من الليل لصيام الفريضة. واستدل جمهور الفقهاء على ذلك بالحديث الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. انتبه، أمر هام. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحكم خاص بصيام الفريضة اي بصيام شهر رمضان، اما صيام النافلة فتجزئ فيه النية بليل او بنهار ما دام الصائم لم يأكل شيئا. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندكم شيء اي من الطعام؟ فقلنا لا، فقال عليه الصلاة والسلام: فإني صائم. فصيام النافلة يجوز ان تعقد النية له من الليل بل ومن النهار بشرط ان لا تكون قد طعمت شيئا. اما صيام الفريضة فيجب عليك ان تعقد النية من الليل قبل الفجر. وهنا يثور سؤال الا وهو: هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟ والجواب: اختلف العلماء في ذلك على قولين. الاول للمالكية حيث قالوا بان نية واحدة في اول الشهر تكفي لصيام الشهر كله، والقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء وهو الراجح والله تعالى اعلم انه يجب على الصائم ان يبيت النية لكل يوم على حدة. والحمد لله تعالى انه لا يشترط في النية ان يتلفظ الصائم، حتى لو نسي التلفظ يقال بان صيامه غير صحيح. لا يشترط ان تتلفظ بالنية لان النية محلها القلب، كما قال الحبيب: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفضلا عن ان سطور الصائم نية، والحمد لله على تيسيره وامتنانه. هذا اول ركن من اركان الصيام بايجاز شديد. الركن الثاني هو الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. والمراد بالخيط الابيض والاسود سواد الليل وبياض النهار، لما ورد في الصحيحين من حديث علي بن حاتم انه قال لما نزلت هذه الايه: وكلوا واشربوا الايه، قال عدي: عمدت الى عقال الاسود والى عقال الابيض وجعلتهما تحت وسادتي وجعلت انظر اليهما بالليل فلا يستبين لي شيئا، فلما اصبحت غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ان وسادك اذا العريق، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالركن الثاني ان تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا شك ان الركن الثالث هو الصائم نفسه، بشرط ان يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا على الصيام. ثالثا مطلق الصيام، وهذه لمحات موجزة سريعة، وأبدأ بأشدها وأكبرها إثما. أول مبطلات الصيام الجماع، فإن جامع الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن أفطر يوما بين الشهرين وجب عليه أن يواصل وأن يبدأ أن يستأنف الصيام من جديد مرة أخرى ليحصل له المتابعة. أما إن مر عليه في وسط الشهرين عذر شرعي أو عذر حسي فلا حرج عليه أن يفطر ثم يواصل الصيام ولا يستأنف الصيام من جديد. مثلا إن مر عليه عذر شرعي كأيام العيدين مثلا، فحينئذ يجوز له أن يفطر وأن يستأنف وأن يواصل الصيام مرة أخرى ولا يستأنف الصيام من جديد. وإن مر عليه عذر حسي كالمرض وجب أو جاز له أن يفطر ثم يواصل الصيام مرة أخرى ولا يستأنف الصيام من جديد. وهنا اختلف العلماء في حكم الكفارة، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ والراجح أن الكفارة على الترتيب، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وفي لفظ عائشة في الصحيح قال: يا رسول الله احترقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يقول أبو هريرة: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن كذلك إذ أتي النبي بعرق، أي بمكتل فيها تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ وفي لفظ عائشة: أين المحترق آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا التمر وتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وفي لفظ البخاري: حتى بدت أثيابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فأطعم أهلك. والدليل من هذا الحديث الترتيب في الكفارة، فجمهور الفقهاء يقولون بأن الكفارة على الترتيب لا على التخيير. واختلف العلماء أيضا على 3 أقوال في حكم المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. والراجح بدون تفريعات لأقوال أهل العلم أن المرأة التي يكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان يجب عليها القضاء فقط دون الكفارة، إذ لم يثبت دليل صحيح يلزمها بالكفارة في حالة التكرار. المبطل الثاني من مبطلات الصيام إنزال المني بشهوة، أي بغير الجماع. فمن أنزل منيه بشهوة بدون جماع عن طريق التقبيل أو المباشرة أو الملامسة أو الاستمناء باليد فهو آثم وعليه القضاء دون الكفارة. وبالمناسبة أود أن أقول بأن بعض الناس ربما يتحرجون من ذكر هذه الأحكام، وأنا أقول عجبا، هل هناك على ظهر الأرض من هو أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا، لقد كان النبي أشد حياء من العذراء في غدرها، وهو المبين لنا هذه الأحكام والموضح لنا هذه الأحكام. فواجب على كل مسلم ومسلما ان يتعلم احكام دينه ليعبد الله جل وعلا عباده صحيحه راشده. بل لقد رضي الله عن نساء الانصار كما قالت عائشه: رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من ان يتفقهن في الدين. اقول: اذا امكن الرجل منيه بشهوه من غير جماع بطل صومه ووجد عليه القضاء دون الكفاره، اذ لم تسقط الكفاره الا في الجماع، ومن قال بغير ذلك فلا دليل معه، والله تعالى اعلم. ثالثا، من مبطلات الصيام، ودعوني أشير إلى بعض النقاط السريعة المتعلقة بهذا المبطل الثاني، ألا وهو إنزال المني بشهوة. فكثيرا ما أسأل من الشباب: إذا نام الشاب في نهار رمضان واحتلم فما حكم صومه؟ أقول: إن صيامه صحيح، فليغتسل وليتم صومه ولا شيء عليه، لأن الاحتلام بغير إرادة منه ولا اختيار. أيضا، ما حكم من جامع زوجته في الليل ولم يغتسل حتى أذن الفجر؟ أقول: إن صيامه أيضا صحيح، فليغتسل وليقل ليصلي صلاة الفجر، ولو أذن عليه الفجر وهو جنب من أهله فلا إثم عليه ولا حرج، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. ونقطة ثالثة، ما حكم من قبل زوجته او باشرها ولم ينزل؟ نقول: ان صيامه صحيح، ولكن يخشى عليه ان يقع فيما وراء ذلك. فان قبل الرجل اهله او باشر زوجته بدون انزال فصيامه صحيح، لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، إلا أنه كان أملكة لإربه. المبطل الثالث من مبطلات الصيام: فمن أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان بطل صومه وعليه الإثم، ووجب عليه القضاء دون الكفارة. أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وصيامه صحيح، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المصدر الرابع من مصدرات الصوم هو القيد عمدا، وهو ان يضع الانسان اصبعه او اصبعه في فمه ليخرج ما في بطنه، فان فعل الصائم ذلك عن عمد بطل صومه ووجب عليه القضاء. اما ان زرعه القيء اي غلبه القيء بغير رغبه منه ولا اختيار فليتم صومه وصيامه صحيح، لما رواه ابو داود والترمذي، وصحح الحديث الحاكم في المستدرك، وصححه ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه في حقيقه الصيام، وهو انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من استطاع عامدا فليقضي، من استطاع عامدا فليقضي، ومن زرعه القيء اي ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. خامسا من مبطلات الصيام: الحيض والنفاس للنساء. فاذا رأت المرأة دم الحيض او دم النفاس في نهار رمضان في اول اليوم او في اخره حتى ولو قبل اذان المغرب بلحظات بطل صومها وفسد صومها، ووجب عليها ان تفطر، ويجب عليها بعد ذلك القضاء بعد الظهر. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها لما سئلت: ما بال تقضي واقض الصوم ولا تقض الصلاة. وقالت عائشة: كنا نصاب أو كنا يصيبنا ذلك، كان يصيبنا ذلك، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنقفاء إذا رأت دم الحيض أو دم النفاس حتى ولو قبل الغروب بلحظات وجب عليها أن تمسك عن الصيام وأن تفطر وأن تقضي الأيام بعد الظهر إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليها ولا إثم، لأن حيضتها ليست في يدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي أشهر المفطرات وأشهر المفطرات، والله تعالى أعلم. رابعا: رخص الصيام وآدابه. هناك رخص عديدة امتن الله جل وعلا بها على العباد رفعا للحرج ودفعا للمشقة. منها أيها الأحبة أنه يجوز للصائم المريض أن يفطر في نهار رمضان، يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، وكذا للمسافر الذي يشق عليه الصوم، لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن الرخص أيضا أنه يجوز للصائم استخدام السواك في كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا هو القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم. أما قول بعض أهل العلم بعدم جواز استخدام السواك للصائم بعد الزوال فلا دليل عليه، إذ أن دليلهم على ذلك هو حديث علي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فالحديث رواه البيهقي والدارقطني وهو حديث ضعيف جدا لا يحتج به. فالسواك مشروع للصائم في كل وقت في نهار رمضان. أما احتجاج بعضهم بقول النبي: لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فمن المعلوم لأي أحد أن رائحة الخلوق إنما تنفع أصلا من الجوف ومن البطن لا من الفم. فالسواك جائز للصائم في كل وقت في نهار رمضان، لا سيما في الأوقات الستة التي ورد النص بذكرها وتحديدها، وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المنزل وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم. هذه هي المواضع الستة التي ورد النص الصحيح بذكرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك فيها عليه الصلاة والسلام. أيضا من رخص الصيام أيها الأحبة أنه يجوز للصائم أن يغتسل بالماء البارد ليذهب عن نفسه شدة الحر أو شدة العطش، لما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مالك وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من الحر أو من العطش. ومن رخص الصيام أيضا أنه يجوز للصائم إن احتاج أن يضع دواء كالقطرة مثلا في أذنه أو في عينه في نهار رمضان فلا حرج عليه على الإطلاق، حتى ولو وجد طعم القطرة في حنكه، لأن هذا الدواء حينئذ ليس بأكل ولا بشرب ولا في معنى الأكل والشرب. ومن رخص الصيام أيضا أنه يجوز للصائم الذي أصيب بمرض الربو أن يستخدم البخاخ في حالة أزمة تنفسه وليتم صومه، ولا حرج عليه ولا إثم، لأن هذا الدخاخ أيضا ليس بطعام ولا بشراب ولا في معنى الطعام والشراب. الحمد لله على تيسيره وفضله وامتنانه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. اما عن آداب الصيام بإيجاز الشديد فمن آداب الصيام السحور، لما ورد في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن المستحب تأخير السحور ايها الاحباب، لما ورد في الصحيحين من حديث انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا الى الصلاة، اي الى صلاة الفجر. فقال انس بن مالك لزيد بن ثابت: كم كان بين الاذان والسحور؟ فقال زيد: كان قدر 50 آية بين السحور وبين الاذان. فالمستحب ان يؤخر الصائم السحور، والسحور يتم بكثير الطعام وقليله، بل ولو بجرعة ماء. ثانيا من آداب الصيام تعجيل الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما تعجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما تعجلوا الفطرة. ومن السنة ان يكون الافطار الصائم على رطب، فان لم يجد فعل التمر، فان لم يجد فعل الماء. ومن آداب الصيام ايضا الدعاء، فان كثيرا من الناس قد ينسى هذه السنة الطيبة، فان للصائم دعوة لا ترد، فمن السنة ان يدعو الصائم عند افطاره. ومن اصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ما رواه ابو داود بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر يدعو الله ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. ومن آداب الصيام الواجبة لا المستحبة، ومن آداب الصيام الواجبة لا المستحبة ترك الغيبة والنميمة وقول الزور. فإذا صام فضلك عن الطعام والشراب وصام طرفك عن الشهوة، فلتكن جوارحك عن معصية الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحكمة اصلا من مشروعية الصيام، لا ان يدع الانسان طعامه وشرابه وفقط، بل ليتربى الانسان على كل فضيلة وعلى كل خلق. فالغيبة والنميمة وقول الزور اعمال محرمة في كل وقت، وتزداد حرمتها في رمضان. اما قول بعض اهل العلم بان الغيبه والنميمه وقطران الصائم، واستدلالهم على ذلك بحديث الامام احمد: في المرأتين اللتين افطرتا لانهما اكلتا لحوم الناس، كما ورد في الحديث. اقول ان الحديث ضعيف ولا دليل على ان الغيبه والنميمه تبطل الصوم، ولكنني كما ذكرت تزداد حرمتها في رمضان. هذه بعض آداب الصيام المستحبة والواجبة أيها الأحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اخيرا ايها الاحبه، اخطاء الصيام. لا ريب ان الصائمين من افضل عباد الله، ولكن هناك بعض الاخطاء يقع فيها بعض الصائمين نذكر بها. منها ان بعض الصائمين يقبل على العبادة في اول الشهر اقبالا طيبا، فيحرص على الصلوات في جماعة، ويحرص على صلاة الفجر، ويحرص على قراءة القرآن، ويحرص على الاستغفار، ويحرص على ان يكون وديعا رقيقا لطيفا. فاذا انقضت الايام الاول من الشهر تكاسل والعياذ بالله عن هذه العبادات وعن هذه الاعمال والطاعات وعن هذا الخير كله. فتذكر ايها الصائم الحبيب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فان كنت ممن من الله عليك بعبادة من العبادات في اول الشهر فإياك ان تضيع هذه العبادة، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: انما الاعمال بالخواتيم. ان من الله عليك في اول الشهر فالحرص على صلاة الفجر في جماعة وأداء الصلوات كلها مع الجماعة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والصدقة والبذل والجود والعطاء. فلا تبخل ولا تتوانى ولا تتكاسل، واعلم بأنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض أحبابنا الصائمين أننا نرى من الصائمين من يخرج عن حدود اللياقة، فتراه في نهار رمضان غضبا غليظا سيء الخلق وسيء التعامل مع الآخرين من الموظفين أو من الجمهور إذا كان موظفا مسؤولا. وإذا قيل له لماذا يقول بأنني صائم. سبحان الله العظيم. وأما الصوم يحضك على الفضاضة، وأما الصوم يأمرك بالقسوة والغلظة، وأما الصوم يعلمك سوء التعامل مع الآخرين. كلا، إن الصيام مدرسة عظيمة للتربية على كل فضيلة وعلى كل خلق. ويجب أيها الحبيب أن تكون دائما وأبدا على ذكر لأمر وحديث رسول الله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصيام سنة، أي وقاية تقي الإنسان من كل شيء من عذاب الله جل وعلا، بل ومن كل رذيلة في الدنيا. الصيام سنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. تذكر أنك صائم، لا تحتج بالصيام على هذه الأفعال وعلى هذه الأصوات النابية وعلى هذه الأصوات العالية وعلى هذه الخطوة والفظاظة والغلظة، بل العكس يجب أن يكون. إن الصيام يربي على الخلق وعلى الأدب وعلى التواضع وعلى الدين وعلى الرحمة وعلى كل فضيلة من فضائل الأخلاق. ثالثا من الأخطاء التي يقع فيها بعض أحبابنا من الصائمين، وهذا امر ملفت للانظار ومحزن في الوقت ذاته، الاسراف والتبذير في المآكل والمشارب. فما عليك الا ان تنظر الى سفرة لتجد عليها اصنافا عديدة من الوان الطعام والشراب. سبحان الله، هذا الامر يخالف حكمة مشروعية الصيام اصلا، ويزداد الاثم ويزداد الذنب حين الانتهاء من الطعام باكل قليل جدا. ثم لتملأ سنة المهملات بما تبقى من الطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من شدة الجوع والعطش. ولا حول ولا قوة الا بالله. ورحم الله من قال: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأفضال وتنامون الليل والأوطال وتدعون أنكم أبطال. أي هاتين نأكل من أبطوننا ونشرب من أبطوننا ونضحك من أفواهنا وننام من أجفوننا وندعي أنه إن لم ندخل الجنة نحن فمن يدخلها. ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. إن سلف الأمة رضوان الله عليهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل وتورمت أقدامهم من القيام بين يدي الله جل وعلا، وبالرغم من ذلك كانوا يبكون ويرتعدون كعصفور مبلل بماء المطر إذا نزل الموت بساحة أحدهم خوفا من لقاء الله جل وعلا. ها هو فاروق الأمة عمر رضوان الله عليه وأرضاه يدخل عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري وهو على فراش الموت فيجد فاروق الأمة يبكي خوفا ووجلا ويقول: والله إني لأرجو أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. فاروق الأمة يقول هذا. فينبغي أيها الأحبة أن نسرف في المأكل والمشرب، والقصد من هذا الاعتدال، وإلا فأننا نحرم طيبات ما أحل الله لعباده. كلا، بل إنني أقصد بهذه الفقرة الاعتدال، فإننا أمة وسط، يجب علينا أن نكون وسطا في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيجب علينا أيها الأحبة أن نكون معتدلين وأن نكون وسطا في المآكل والمشارب، استلذ بطيبات الله تبارك وتعالى وبما أحل الله لك، لكن من غير سرف ولا تبذير، فإن الإسراف لا شك حرام في كل آن. وأخيرا من أخطاء بعض الصائمين أيضا أنهم يحولون شهر رمضان إلى فرصة للنوم والخمول والكسل، فترى كثيرا منهم يقضي النهار كله أو معظمه نائما ويضيع الصلاة في جماعة والعياذ بالله. ليس هذا هو المقصود من الصيام، بل وإذا ذكرت أحدهم ربما يحتج عليك بدليل شرعي ويقول لك: نوم الصائم عبادة، نوم الصائم عبادة، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وانك لم تؤمر بالصيام لتنام، وانما لا حرج ان تنام قسطا وافيا يريح بدنك ويعينك على ان تصوم وعلى ان تقوم، لا ان تقضي النهار كله صائما. هذه بعض أخطاء الصائمين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد وفدنا إليك ووقفنا بين يديك، فلا تجعلنا أخيب وقت وفد إليك يا رب العالمين. اللهم اقبل منا الصيام والقيام والقرآن برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق حكام المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تؤجهم على الخير أجلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن تذكركم به وأنساه وأخلص.